أهلا بكم مشاهدين من جديد. يقود وزير الزراعة الأمريكية توم فيلزاك بعثة أمريكية إلى الإمارات تضم نحو 40 شركة ومجموعة زراعية أمريكية. تعقد هذه البعثة فعاليات تركز على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركاء دوليين لمكافحة تغير المناخ، ويشارك وزير الزراعة الأمريكية في رئاسة الاجتماع الوزاري الأول لبعثة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها الولايات المتحدة والإمارات في نوفمبر الماضي خلال قمة غلاسكو للمناخ. وفي تصريحات خاصة لقناة الحرة قال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلزاك بأن الولايات المتحدة أطلقت مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ للمساعدة في التخفيف وأيضا التكيف مع آثار التغير المناخي. نتابع هذا اللقاء. سعادة الوزير، شكرا على الفرصة للقاء قناة الحرة. في قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو أطلقت الولايات المتحدة مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ. ما هي أهداف المبادرة؟ هناك نقطتان. أولا، نريد ضم عدد من الشركاء في هذا الجهد لمحاولة ابتكار طريقنا نحو التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. نحن ندرك أهمية الابتكارات ونريد تسريع قبول واعتماد التكنولوجيا في الزراعة حتى نتمكن من الاستمرار في أن نكون منتجين ومستدامين. نحن نواجه بعض التحديات الخطيرة لإطعام عالم جائع في خضم مناخ متغير. نعتقد أن الإنتاجية والاستدامة ليسا متضادين. الابتكارات مهمة للغاية، ولدينا شريك رائع في الإمارات. الوزيرة المهيري ساهمت في جمع أكثر من 140 دولة وكيان كشركاء. نحن متحمسون لمخرجات هذه المبادرة بشأن تحديد الابتكار في الزراعة ودفعه إلى الأمام. سعادة الوزير، هناك تقارير تتوقع تأثر إمدادات الغذاء حول العالم بسبب الأزمة الأوكرانية. هل هناك خطط أمريكية لتغطية هذا العجز المتوقع من القمح على سبيل المثال؟ سنواصل البحث عن فرص للتجارة. إحدى العلاقات العظيمة التي نتمتع بها في هذا الجزء من العالم هي مع الإمارات، كما قمنا بتقليل الآثار السلبية للجائحة على سلاسل التوريد العالمية. سنحاول التأكد من الحصول على الإمدادات الغذائية في المنطقة. نظام سلال الغذاء مرن للغاية ونستطيع التكيف. نأمل ألا نواجه هذه الظروف، ولكن إذا حدثت فالولايات المتحدة مستعدة للاستجابة. بوجهة نظرك، ما هو التحدي الأبرز الذي يواجه الأمن الغذائي حول العالم هذه الأيام؟ حسناً، أعتقد أن تغير المناخ والقدرة على التكيف والتخفيف من عواقب المناخ هو التحدي الأبرز. هذا يدفعنا للبحث في التقنيات الناشئة عن إمكانية ما يمكن أن تفعله تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية لتعزيز الأمن الغذائي، وكيف نتعامل مع إنتاج الغذاء في الدول العربية في المناخات الجافة وباستخدام الزراعة الداخلية. هناك فرص مذهلة لتوسيع الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام. نركز أيضا على كيفية تقليل غاز الميثان وعلى صحة التربة. أنا متفائل جدا على الرغم من التحديات، ويحدون الأمل في أن جهود المناخ يمكن أن تسمح لنا بالتعلم من بعضنا البعض. نتعاون عبر المعرفة والمعلومات بحثا عن طرق تمكننا من تسريع الابتكار الزراعي. عندما نتحدث عن الأمن الغذائي، ما هو الدرس المستفاد من الجائحة؟ حسناً، أعتقد أن لدينا نظاماً توريدياً للغذاء فعالاً للغاية على مستوى العالم، لكنني أعتقد أننا تعلمنا أنه لم يكن بالمرونة التي يجب أن يكون عليه. إننا نتعلم كيفية القيام بنظام لا يتأثر بالجوائح الصحية أو الاضطرابات. نتعلم أهمية تقصير سلاسل التوريد، ومن خلال بناء العلاقات نرى انطلاقاً من الشراكة مع الإمارات فرصة هائلة لبدء البحث في الطرق التي يمكننا من خلالها توسيع الفرص هنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. شكراً سعادتكم على وقتكم.